يمكن في تكريم داخل محافظة الدقهلية للمواطنين اللي تم محو أميتهم من خلال قافلة نظمتها جامعة المنصورة وهيئة تعليم الكبار في مركز ميت غمر بالدقهلية، وده طبعا كان بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية. قابلنا المسؤولين عن هذه التجربة واللي حكولنا تجربتهم، وأيضا اتكلمنا مع المواطنين اللي تم محو أميتهم. تعالوا نشوف العرض التالي وازاي أثر ده على حياتهم، ونرجع تاني مع حضراتكم. الحقيقة طبعا القافلة النهاردة احنا منظمينها بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية اللي هو كان تاريخ 9/9، بمناسبة حصول جامعة المنصورة بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة على جائزة اليونسكو الدولية، لأنه الملف أحد الملفات القوية بالنسبة لملف جامعة المنصورة هي ملف القوافل اللي قمنا بيها سواء في الجامعة في مبادرة حياة كريمة أو في المجلس القومي للمرأة، وزيادة عدد الفتيات اللي تم محو أميتهم بشكل كبير. النهاردة هيئة تعليم الكبار دورها ليس فقط تعليم الدارس القراءة والكتابة ومبادئ الحساب، ولكن لها دور تنموي بتقوم به بحيث تعد الدارس انه ازاي يفيد المجتمع بتاعه وازاي يقدر يكون قادر على التعبير عن نفسه ويكون قادر على حل مشكلاته اليوميه. دي مبادره احنا بنشارك كل الجهات بتشارك فيها لتحسين اوضاع او لتحسين وبناء وارتقاء الانسان المصري، سواء من النواحي الاجتماعيه سواء النواحي التعليميه او الصحيه او الثقافيه. فاحنا دلوقتي احنا عاملين قافله، ودي اول مبادره احنا بنشترك مع الجامعه والمجلس القومي للمراه في المبادره ديت، لان هي مبادره عايزين الانسان يبقى بلا اميه، فهي اسره مصريه بلا اميه. جايين النهارده نطلق مبادره بدايه علشان خاطر نساعد اهالينا في المراكز على اساس ان هم ياخدوا الامتحانات والاستكتاب لشهادات محو الاميه، وكمان الغرض من المبادره دي ان احنا نوصل للناس من غير ما نكلفهم مشقه السفر لمركز من القرى للمدينه في المنصوره، لان ده بيكلف الناس مجهود وتكلفه ماديه، فاحنا بنجي لهم لغايه عندهم بنوفر لهم الخدمه دي. احنا نتعلم ونعرف ان احنا رايحين فين، المكان اللي احنا عارفينه نقرا اليافطه او نعرف المكان اللي احنا رايحينه، بحيث ان العيال تتعلم ويفهموا. انا النهارده بسم الله ما شاء الله لما عرفت ان الناس هنا بنعمل محو اميه، فطبعا قدمت وجاي النهارده باذن الله استلم لاولادي، والحمد لله فضل من عند ربنا. وانصح اي اب وام ان يحاول يعلم ولاده بقدر الامكان. حضرتك ان كله يتعلم، ان الاطفال الصغيره تعرف ان لها مستقبل، وان كمان الاطفال اللي ما اتعلمتش تتعلم، وان انا كمان خدت فكره انني اتعلم وكل الناس الاميه تتعلم كمان. استفدت من نحو الاميه ان انا اعرف اقرا، اعرف اروح مشوار، اعرف انا رايحه فين وجايه منين، اعرف ان المشوار دوت ان انا ايه استفاد ان انا يعني ابقى عارفه القرايه والكتابه، ما بقاش جاهله. لو ابني او حفيدي اقرا له كتابه قرايه كده يعني.